بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من وزارة العدل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تعلن وزارة العدل للجمهور الكريم عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 من مساء اليوم الأحد بتاريخ 29 من شعبان لسنة 1442 من الهجرة، الموافق 11 من إبريل لسنة 2021 من الميلاد، التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء الكائن في منطقة مبارك العبدالله الجابر خلف أرض المعارض. والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة أن يتقدم إلى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته. وبهذه المناسبة الكريمة ترفع وزارة العدل أصدق التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله أن يديم عليهم موفور الصحة والعافية، كما تهنئ الوزارة كافة المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، داعية لله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ويتم نعمته على ربوع وطننا العزيز، وأن يرحم شهداءنا إنه سميع مجيب.